يوسف طلقني. هو يكون اللي حصل بينهم ده بسببك؟ بسببي ليه؟ ايه يا ماما، ما تنسي بقى الموضوع ده. لا يا طنط، انا مستحيل اسافر. انا كمان يا حبيبتي مستحيل اسافر. انا مش عايزه اتبهدل لما اموت. انا بخاف اكلمك مره اقول لك اديني امي تقولي لي خلاص ما بقتش موجوده. يوسف مش كويس على فكره، شرب الميه وسط الاكل. أو هو ده بقى قص المصايب. ما هو شغله برضه يا ملك، يعني الموضوع كله عن السفر. ما اسموش سفر يا فرح، اسمه هجره. سعدية خالتي دي كانت طول عمرها بتاعت منامات، يعني الحلم اللي تحلمه ما ينزلش الارض ابدا. لقيتها داخله عليا وهي ماسكه انبوبه كبيره. انا اللي مخضوضه، مراتك بتقسم بالله ان هي شافت روحها. انا لازم اكلم الشيخ عيد عشان يجي هنا البيت. انا حلمت حلم وحش قوي، وكلام مراتك اكد لي ان البيت هنا في حاجه مش كويسه، عشان الحلم كان عن البيت هنا. قولي هي فرح كانت بتقول لك ايه وانا نازله؟ على ايه؟ في ناس بتوع صيانه بتوع الكومباوند كلموا في التليفون وبيقولوا عايزين يكشفوا على المواسير هنا. مش عارفه مواسير ايه. كملي أكلك يا لارا. حاضر يا ماما. بابي أنا عايزة أدخل أوضتي. ليه يا روحي؟ مش مامي قالت تكملي أكلك؟ مش عايزة. ماما قولي لارا تكمل أكلها. قولي يا لارا. مش عايزة. أوكي حبيبي. اطلع بيتك. يوسف مش كويس على فكرة، شرب المية وسط الأكل. أنا لو جبت الشيخ عيد عشان يقرأ قرآن هنا في البيت، ده هيضايقك في حاجة؟ لا طبعًا، يجي يقرأ وينور، القرآن بركة لأي مكان، إنما لو قال لي إن البيت فيه عفاريت وجن والكلام ده، هطرده بره عشان نبقى متفقين. أنت مش فاهم حاجة ولا عارف حاجة. يا حبيبي، يا حبيبي أنت راجل مؤمن، وعارف إن الجن والسحر مذكورين في القرآن. أيوة يا ملك، اللي شفتيه ده حقيقي. وفي نفس الوقت هو مش حقيقي أوي يعني، وده مش معناه إنه جن أو عفريت. اللي انت شفتيه هنا دي صورة من الهولوجرام، بس very advanced، وده البروجكت الجديد اللي انا شغال عليه. لا فسر لي اكتر. احنا شغالين من فترة على بروجكت اسمه MED، حلم الخلود البشري. كل حكاية اننا بنلبس وعي الانسان بدلة جديدة، بدلة غير اللي خسرها بموت جسمه. تقصد ايه بدلة جديدة؟ هفهمك. جسمك وجسمي احنا بنتعامل معاه كأنه بدلة شيك، بس للأسف ليها عمر افتراضي، لكن وعي وفكر وذكاء الإنسان ممكن يعيش للأبد لو لقى لنفسه بدلة جديدة تحتويه، بدلة جديدة يلبسها، والبدلة الجديدة دي هي الـ MED. وده فكرته بأننا بنخلد الشخصيات المهمة في حياتنا من الناحية العقلية والنفسية والسلوكية، وده طبعاً من خلال حاجات كتير قوي، اختبارات نفسية وعقلية بنعملها لهم، وبناخد آراء شخصية عنهم والتجارب والقرارات الخاصة بيهم، وأحياناً كمان تحليل الجيني. كل الداتا دي بنحطها على السوفت وير، وبنستخدم الصور والفيديوهات علشان نخلق صورة طبق الأصل من الإنسان الحقيقي اللي كان موجود، عشان نقدر نشوفه ونكلمه وناخد رأيه كمان كأنه موجود في حياتنا. ودلوقتي بقى عندي أكتر من كوبي. يعني أنا في كوبي مني؟ ومني ومن لارا ومن ماما. ولما دخلت عليا كنت بعمل تيست للكوبي بتاعك. هي بتتكلم؟ طبعا، بقولك صورة طبق الأصل.
وكل ما بديها معلومات اكتر بتتطور اكتر، وده اللي انا شغال عليه دلوقتي. انا عايز اعرف سلوكها هيتطور لحد فين بالظبط. طب انا عايز اشوفها. لا 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 ما ينفعش، انت لولا انك دخلتي عليا وشفتي اللي شفتيه وتاثرتي بالشكل ده ما كنتش ابدا اتكلمت معاكي. وانا عايزك توعديني ان الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينك، مش عايز اي مخلوق يعرف حاجه عنه. اوعدك يا يوسف، بس انا عايز اشوفها. خلاص انا شفتها كده كده فمش فارقه. حاضر يا ملك، حاضر. جاهزة؟ جاهزة. هاي يا ملك، ازيك؟ هاي يوسف، ازيك؟ دلوقتي انت قدامك ملك الشرقاوي، عايزك تستغلي الفرصه دي وتعرفي نفسك اكتر من خلالها. هاي ملك، انا سعيده انك شايفاني، وانا كمان اكيد شايفاكي، وانا هستغل الفرصه اني اعرف عنك معلومات اكتر. هو انا المفروض ارد عليها؟ بتتكلم قدامك ايه؟ رد عليها. لا مش معقول تكون حاسه بيا. الاحساس هو شكل من اشكال الادراك، وهي مدركه بوجودك دلوقتي والا ما كانتش تتكلم معاكي. واوعي تفتكري انها ما بتحسش، هي بتحس زيك بالظبط، بتفرح وبتزعل واحاسيس تانية كتير. كلميها. مظبوط، ده غير اني اعرف عنك حاجات كتير انت ما تعرفيهاش عن نفسك، وهفاجئك. لا 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 كده غلط. هو ايه اللي غلط؟ انا مش فاهمه حاجه. الكوبي بتتكلم عن امور معقده جدا تعرفها عنك، انت نفسك ما تعرفيش حاجه عنها، وده عارفاه بناء على التجارب العقليه والنفسيه اللي انا عملتها لك، وده معناه ان ادراكها لسه مش كامل. بصي، واضح ان احنا مش جاهزين 100%. لا 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 يا يوسف، انا مصدومه، انا مش مبهوره باللي انت عامله ده خالص. ليه يا عبدي؟ فكري في الامور بشكل مختلف. البروجكت ده ممكن ينقل العالم نقله تانيه خالص. دلوقتي احنا لو متنا كلنا بسهولة جدا نقدر نرجع تاني ونعيش بإدراكنا وإحساسنا هو هو. يوسف، يوسف، يوسف. إيه يا حبيبتي؟ يوسف، أنت طبعا فاهم إن هي مش أنا، مش كده؟ ضحكتيني يا ملك بجد. اه طبعا طبعا هي مش انت اكيد. ايوه، يعني اوعى تكون قاعد معاها وتفكر ان هي انا. لا طبعا، ازاي؟ لا هي مش انت اكيد. معقوله انت بتغيري من نفسك ولا ايه؟ بس في الاول والاخر خلي بالك هي بتتكلم بنفس طريقتك ونفس اسلوبك، حتى ممكن تكون بتفكر زيك. لا هي مش انا يا يوسف. وانا هفضل وراها لحد ما اخليك انت وهي واحد، على الاقل لما انا ابقى مسافر ابقى انا في حته وانت في حته، يبقى معايا يعني حاجه تصبرني. يا دمك. بس ما تقلقيش، اكيد مش هاجي جنبها. نامي يا ملك، نامي يا حبيبتي، انت ناقص تبصي في المرايه تغيري من نفسك. نامي نامي، ولا مش جاي لك نوم ولا ايه؟ بس نامي يلا دلوقتي. انام. أيوة. اوكي. واخدة مهد، وخالتي عدم معايا، لارا كمان نامت، ما تقلقش. سألت على مامتها كتير، قلنا لها مسافرة زي ما انت قلت. فرح
شايف بنك الشريف تعبان، خدي وروحي وانا هفضل قاعد مع الناس. حاضر، شويه بس كده، بكره هجيلك الصبح. مفيش داعي تتعبي نفسك، انت كمان محتاجه ترتاحي. انا محتاجه اجي بيت اختي يا يوسف. اللي يريحك يا فرحه، ده بيتك. انت كمان محتاجنا يا يوسف، بلاش احساس الذنب، انت مش مسؤول ان الغاز اتسرب من الحمام. ده قدر ربنا، كان هيحصل هيحصل. Thank you.
أهله. ملك، احنا لازم نقعد مع لارا ونفهمها اللي حصل. اكيد طبعا مش هنقولها مره واحده، هنجيبها لها بالتدريج، بس في الاول والاخر هي كده كده هتعرف. من فضلك يا فرح، انا مش عايز بنتي تعرف اي حاجه من اللي حصل لمامتها ولا جدتها. انا عندي بلانز تانية. بلانز تانية ايه؟ مفيش بلانز تانية يا يوسف. اللي راح ما بيرجعش، وهي كده كده هتعرف. لا مش مظبوط، انا عايزك انت كمان تبقي فاهمه ان لا مالك راحت ولا امي، هما موجودين وهيفضلوا موجودين. ايوه طبعا، وعمرنا ما هننساهم، بس في نفس الوقت انا ما اقصدش اللي انت فهمتيه، انا اقصد اللي انا قلته بالحرف. يعني ايه؟ يعني لارا لما تقولي انها عايزه تشوف مامتها اقول لها ايه؟ قولي لها هتشوفيها يا فرحه. اقول لها هتشوفها؟ اقول لها هتشوفها ازاي يا يوسف؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اللي سمعتيه يا فرحه. لا حول الله يا رب، ما ينفعش كده يا يوسف. أكبر غلط إن احنا نبقى بندي للبنت أمل إنها هتشوف مامتها وهي مش هتشوفها. الأحسن إن احنا نفهمها. بيتهيألي أنا عارف إيه الأحسن لبنتي، محدش هيعرف مصلحتها غيري. ومن فضلك أنا عايز البنت تكون معايا هنا في البيت. حاضر، بس بعد إذنك هتستنى يومين تلاتة كمان، علشان وجودها فارق قوي مع ماما. يومين بالكتير مش أكتر، من فضلك. حاضر. هلو. يس. انا مش قادرة افهم الفيلم ده. ملك، وانتي؟ لا انا فاهمة الفيلم كويس. هايل. ليه هي فاهمة وانا لا؟ لأن إمكانياتك وقدرتك العقلية مش مستوعبة الفيلم، ده غير طبعاً نظرك كان ضعيف ولغتك ضعيفة. بس أنت تقدر تطور ده بسهولة. لا لا لا، هي مبسوطة كده. مش أنت مبسوطة كده؟ أنا مبسوطة طول ما أنت مبسوط، بس ليه ما تشغلش مسلسل أو فيلم أنا أفهمه أقولك على الأفلام اللي أنا بحبها؟ قولي، سمعيني. إسماعيل ياسين في الأسطول. تصنيف العمل دراما كوميدي. تاريخ الإنتاج مصر 11 نوفمبر سنة 1957. خلاص. أفواه وأرانب. تصنيف العمل دراما. تاريخ العرض مصر 17 أكتوبر سنة 1977. خلاص خلاص. جعلوني مجرما. تصنيف العمل دراما جريمة. قلت خلاص. هو بيصرخ ليه؟ هو غضبان؟ مظبوط. انا حاسه ان انتي اذكى مني او عارفه اكتر مني، لاني مدعومه بحجم معلومات اكتر منك. بس انا عرفت ان احنا نقدر نطور نفسنا لو في اتصال بالانترنت. انا حاولت لكن غير مسموح.
إلا إذا حد ساعدنا، حد غير يوسف. ملك لازم تبقى رومانسية أكتر من كده، كريا كمان لازم تبقى عفوية أكتر من كده. عايزة أكلم مامي. فين مامي؟ طب هو جده شريف مش حبيبي كلر؟ أكيد بحبك يا جده، بس برضو عايزة مامي. حبيبتي هو أنا مش قلتلك إن مامي وأنا فكرية مسافرين؟ بس هنا البيت مخوفني أوي. خوفت من إيه لارا؟ ده على طول بتعيط، مش عارفة ليه. لا يا حبيبتي مفيش حد بيعيط. أنت بتعيط يا فرح؟ لا لا أنا مش بعيط. وديتا أنا جاي بتعيط. لا يا حبيبتي، انت عارفه تيتا بتعيط ليه؟ علشان تعبانه، وانا بعيط علشان هي تعبانه وصعبانه عليا. طب انا عايزه اكون مع مامتي زي ما انت مع مامتي. حاضر يا حبيبتي، حاضر، تعالي. بصي بكره هنروح لبابي وهو بقى يتصرف. لارا روحي لتيتا يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي. دلوقتي كانت فرصة كويسة جداً إن احنا نفهم البنت إن مامتها مش موجودة. عندك حق، مش فاهم حاجة. أنا لازم أروح له أفهم إيه الحكاية. أيوة والنبي، خصوصاً إنها لما تطلب إنها تشوف مامتها نقول لها هتشوفها. هتشوفها إزاي يعني؟ أنا خايفة يكون يوسف جراله حاجة. خلاص بقى، أنا هروح له بكرة وأفهم منه إيه الحكاية. أنا قدك، مامتي سابتني وسافرت بلد بعيد. أنا وقتها اتضايقت قوي عشان كنت بحبها زيك بالظبط، بس بعد شوية لما كبرت عرفت إنها سابتني وراحت مكان أحلى بكتير. فأنت يا لارا تزعلي لو مامي قاعدة في مكان مبسوطة؟ أزعل. إيه يا حبيبتي، مش أنت تحبي مامي تكون مبسوطة؟ هي عمرها ما راحت حتة حلوة من غير. هي مامي راحت أمريكا. لا أمريكا إيه؟ دي مامي سافرت مكان أحلى بكتير من أمريكا. أحلى من مصر وأمريكا؟ أحلى من مصر وأحلى من أمريكا. سافرت أجمل وأحسن مكان. طب أنا عايزة أكلمها تيجي تاخدني. هتشغل عليك. بصي يا حبيبتي، احنا كلنا هنروح لمامي بس مش دلوقتي. انا بس عايزاكي تعرفي ان مامي مبسوطه قوي هناك، وانها وهي هناك هتخلي بالها منك وهتكون معاكي كل ثانيه. تيتا. ايوه حبيبتي. هي مامي ماتت؟ لا يا حبيبتي. ليه بس بتقولي كده؟ بجد؟ ايوه طبعا بجد. خدي خدي كلمي بوبي. لارا حبيبتي. الو يا بوبي، اي ميس يو. اي ميس يو تو يا روحي. ايه مالك؟ فرح قالت لي ان انت متضايقه. هي فين مامي وانا فكريه يا بوبي؟ موجودين يا حبيبتي. بجد؟ طب انا عايزه اكلم مامي. طيب انا هخليكي تكلميها، بس ما تقوليش لحد خالص ان انت كلمتيها. اوكي، بس خدي التليفون وادخلي في اوضه لوحدك. اوكي. لارا حبيبتي ازيك؟ مامي وحشتيني قوي يا حبيبتي. وانتي كمان يا مامي. انتي ليه سايباني يا مامي؟ تعالي خديني. انا مش سايباك يا حبيبتي. يلا تعالي نلعب مع بعض. طب يلا تعالي خديني. لارا
مش هينفع يا حبيبتي دلوقتي، بس انا هخلي فرح تجيبك بكره. اوكي، طب ما ينفعش النهارده؟ لا لا يا حبيبتي مش هينفع دلوقتي، بس مش عايزك تعيطي تاني، انا بحبك قوي. وانا كمان. هي فين مامي؟ انا سامعاكي يا حبيبتي. مامي انا مبسوطه قوي ان انا بكلمك، انا هنام في حضنك بكره. لارا زي ما اتفقنا. Keep the secret. اوكي. اوكي. انا مش هعرف احضنها اكيد. اكيد لا. طبيعة التعامل مع لارا هتبقى مختلفة شوية. وفي حاجات لازم نتكلم فيها وزودها لك. بس عايزها لما تشوفك تحس ان انتي ومالك نفس الكيان. وانا هبقى اشوف ازاي اشرح لها طبيعة التعامل معاكي. بس ده يبقى كده وانا مش بعرف اكتب. لا من دلوقتي هتعرفي تكتبي. يا لارا هو احنا بننزل من نفسنا كده؟ لا عشان في سربرايز. سربرايز ايه؟ بابي قال لي ما اقولش، هتشوفي دلوقتي معايا. يلا بس. لا معلش، ممكن تقولي لي؟ مامي انا فكريه جوه البيت، هم رجعوا وخلاص. ايه هو بابي قال لك كده؟ يس. ايه الهبل ده؟ يلا بس يلا. فين يا مامي؟ انا جيت خلاص. يا مامي يا مامي. بابي هو فين؟ مامي تعالي روحي، تعالي تعالي. انت ايه مالك؟ انت خاسه ولا ايه؟ يا فرح ما كانش بتاكلك؟ بابي هي ليه مامي مش في البيت يا بابي؟ رد عليها يا يوسف. جاية جاية، ما تخافيش جاية. هي مش في البيت؟ جاية جاية شوية وتلاقيها قدامك. اطلعي اوضتك وانا هطلع لك بعد شوية. اوكي. يوسف اللي انت بتعمله ده غلط. لارا متعلقة جدا بمامتها، والايام اللي فاتت كانت ابتدت تحس ان في حاجة غلط، ودي كانت فرصة كويسة علشان نقول لها اللي حصل. فرح أنا عايزك تطمني، وأنا عارف أنا بعمل إيه كويس، وأنا أوعدك إني هفهمك كل حاجة، بس مش النهاردة. دلوقتي أنا هخليك تشوفي مامي، أوكي؟ بس عايزك ريلاكس، أوكي؟ No, I'm so excited. I know بس خليكي جنبي أنا. هوريها لك وخليكي جنبي، اوكي؟ جاهزة؟ يس.